ست ساعات فقط كانت كافية لتأجيل النصر الذي قيل أنه منتظر، وكانت الهزيمة. دول خمس تسقط في ساعات ست لتبدأ دورة جديدة للتاريخ مع العرب من هنا ومع هؤلاء. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير. أن الشرف أصيب بنفسه، أن العرب خسروا معركة، لكن يحمل من التاريخ كخونة، يحمل من التاريخ كمنهزمين، يحمل من التاريخ لأننا قصرنا في الوجه بتاعنا. إذا كان قابلنا هذه الهزيمة، وإذا كان قابلنا هذه النكسة، الجزائر ما تقبلش الهزيمة. إن الجزائر لن تقبل هزيمة أبدا. هل العرب، هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات نتاعها؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات البشرية الهائلة؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات المادية الهائلة اللي راه بين يديها اليوم؟ هل الأمة العربية استعملت كل الأسلحة حتى تقول بأنها خسرت المعركة؟ لا، ما خسرناش الحرب لأن ما استعملناش كل وسائل نتاعنا، ما استعملناش كل الأسلحة. رد الفعل كان سريع جدا، وطبعا القرار الأول من في الميدان العسكري هو إرسال قوات جزائرية للوقوف مع الإخوان في مصر. القرار جسد في يومه وكان واجبا قبل أن يكون اختيار. الوحدات جمعت والمبدأ كان الشهادة أو الانتصار. حال ما راكم ماشيين، راكم حاملين معاكم كل المجد انتع الاجيال السابقة، المجد انتع المجاهدين انتع الامير عبد القادر، وكذلك راكم حاملين معاكم كل المجد انتع جيش التحرير، راكم حاملين على اكتافكم المجد، راكم حاملين على اكتافكم مجد ثقيل اللي هو المجد انتع مليون ونص انتع الشهداء. هذا المجد ايها الاخوة، هذا المليون ونص نتاع الشهداء راكم حاملينه على كل حال ولازم تشرفوه. احنا نطلب منكم شي واحد، الشعب على كل حال الجزائري يطلب منكم شي واحد، الامهات الجزائريات اللي كانوا يزغرتوا على ابنائهم لما يخرجوا على كل حال الحرب ويخرجوا بصدور عارية، هؤلاء الامهات حتى وان كان ما زالوا ممسحوش كل الدموع نتاعهم، هؤلاء الامهات راهم اليوم مستعدات باش يزغرتوا عليكم شهداء ويزغرتوا عليكم منتصرين. فأمامكم طريقين، طريق الاستشهاد وطريق الانتصار. هو كان بينه وبين مصر سحابة صيف، ومع ذلك كما تعرف انه أرسل قوات، وليس هذا فقط، ولكن ذهب إلى القاهرة، ومن القاهرة ذهب إلى سوريا، ثم بعد ذلك ذهب إلى ليعرف احتياجاتهم عشان يعني يطلع على الاحتياجات التي يريدونها، ثم ذهب إلى الاتحاد السوفيتي وقال لهم الآن وفورا تحركون دبابات إلى مصر وإلى سوريا وأسلحة بدل التي فقدها السوريون والمصريون في المعارك. فقالوا له هذا يعني أبدوا له بعض لأنه هذا سيأتي على يعني أعطينا فرصة. قالوا لهم إذا كانت هذه الفرصة المال
فالجزائر ستتحمل المال. ودفع في ذلك الحين شيك بمئتين مليون دولار دفعهم فورا للاتحاد السوفيتي. وكان زمانها المئتين مليون دولار يعني مئتين مليون يعني كأنك في ذلك الوقت كأنك في ذلك الحين تدفع ألفين مليون دولار. يعني المئتين مليون دولار في ذلك في 67 أكننا الآن ندفع ألفين مليون دولار دفعهم للاتحاد السوفيتي ليسرع في إرسال الأسلحة إلى مصر وإلى سوريا.